الطقس العرب في السعودية، أسعد الله مساءكم بكل خير. يزول الطقس صافي هذه الليلة في العاصمة الرياض مع 28 درجة مئوية، الملموسة 27، أما الرطوبة منخفضة والرياح تكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة. بالنسبة للتوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة، اليوم غد بدأ شمالا تسكاكا 39 ل 26 مع طقس صافي، عرعر 39 ل 23، أما تبوك 36 إلى 23. المنطقة الغربية تتراجع درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية في كل من جدة ومكة المكرمة. جدة تسجل 41 ل 27 مع رياح نشطة، مكة المكرمة 43 ل 31، المدينة المنورة 41 ل 29، أما الطائف 32 إلى 23. المنطقة الجنوبية الغربية الباحة 30 ل 23، أبها 30 ل 20، وجازان 35 إلى 32. المنطقة الشرقية رياح البوارح تهب على كل من الدمام حفر الباطن والإحساء، الدمام رياح نشطة 41 إلى 31، حفر الباطن 40 إلى 30، والإحساء 44 إلى 30. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض أتربة مثارة 40 إلى 28، بريدة 39 إلى 26، وحائل 36 إلى 25. إلى اللقاء.